النهايات بالمقارنة. لنأخذ A يمثل عدد حقيقي أو زائد ما النهاية أو ناقص ما النهاية. عندنا F G و H دوال وعندنا L عدد حقيقي. إذا كانت عندنا لاليميت تاع G لي X لما X يؤول إلى A تعطينا L، وعندنا لاليميت تاع H لي X لما X يؤول إلى A تعطينا L كذلك. وإذا كان عندنا F لي X محصورة بين جي لي اكس و اش لي اكس، فان لا ليميت تاع الداله اف لي اكس لما اكس تؤول الى ا تعطينا ال. ناخذ مثال: لتكن الداله اف لي اكس تساوي كوسينوس اكس على اكس. لنحسب نهايه الداله اف لما اكس تؤول الى زائد ما النهايه، نحن نعلم ان من اجل كل اكس من ار داله كوسينوس اكس راهي أصغر أو تساوي واحد وأكبر أو تساوي ناقص واحد. ومنه فإن من أجل كل x من المجال صفر زائد ما نهاية كنضربه في واحد على x، واللي عندنا ناقص واحد على x أصغر أو يساوي كوسينيس x على x راه أصغر أو يساوي واحد على x. هذه تكافئ ناقص واحد على x راهي أصغر أو تساوي هذيك الدالة تاعنا f لي x أصغر أو تساوي واحد على x. هذه تكافئ لاليميت تاع ناقص واحد على x لما x يؤول إلى زائد ما لا نهاية راهي أصغر أو تساوي لاليميت تاع f لي x لما x يؤول إلى زائد ما لا نهاية أصغر أو تساوي لاليميت تاع واحد على x لما x يؤول إلى زائد ما النهاية. عندنا لاليميت تاع ناقص واحد على x لما x يؤول إلى زائد ما النهاية هذه تعطينا صفر. عندنا كذلك لاليميت تاع واحد على x لما x يؤول إلى زائد ما النهاية هذه كذلك تعطينا صفر. نلاحظ بلي أن لاليميت تاع f لي x لما x يؤول إلى زائد ما النهاية راهي أصغر أو تساوي الصفر أكبر أو تساوي الصفر. نستنتج باللي ان لاليميت تاع اف لي اكس لما اكس الى زائد ما النهايه هذه تعطينا صفر.